مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم. بنجري معاكم وبنسابق الزمن عشان نقدم لحضراتكم صورة كاملة عن استعدادات النادي الأهلي، ويمكن حاولنا في السادسة نرصد أهم الأرقام اللي قدمها النادي الأهلي في السيزون. طبعا كل الأرقام دي وكل المعطيات وكل الاستعدادات اللي احنا بنتكلم عليها على مدار الأسبوع الأخير كله دي قصة، والروح روح الفانيلا الحمراء وروح اللعيبة في الملعب النهاردة قصة تانية خالص. أنا بيتهيألي إذا وجدت روح الفانيلا الحمراء النهاردة فإن شاء الله بإذن الله الأهلي يرجع لنا من المغرب بنتيجة إيجابية. خلينا نشوف قدرات الأهلي الدفاعية والقدرة على بناء الهجمات من الخلف في المقارنة اللي جاية بين الأهلي والوداد. طيب احنا بنتكلم يا أحمد على مباريات الدوري الموسم 2019-2020، لو هنقيم الناحية الدفاعية فاحنا لعبنا 33 مباراة والوداد لعب 30 مباراة، دخل مرمى 32 بس على الجدول عشان في مباراة، طبعا مباراة الزمالك الاعتبارية دي نعتبر أن الأهلي ما لعبهاش فعليا، لكن هم 32 مباراة. دخل مرمانا 8 أهداف ودخل مرمى الوداد 28 هدف. بالنسبة للشباك النظيفة احنا 24 مباراة وهم 7 مباريات. طيب دي ما ده احنا بنتكلم هنا، طب نكمل التصويبات والتصدي ايضا. التصويبات والتصدي 69 تصويبة صد منهم 61، وبالنسبة للوداد 105 78 اللي اتصدوا. طيب ده الاربع خانات دول بياكدوا لحضراتكم على صلابه الاهلي من ناحيه الدفاعيه، سواء في قدرته على ايقاف الهجمات او حتى في افشال الهجمات بتوصل. يعني الحقيقه من الارقام دي تؤكد تفوق النادي الاهلي من ناحيه الدفاعيه زي ما قلنا في قدره الفريق من ناحيه الدفاعيه على ايقاف هجماتها ومنع فريق المنافس، يعني منع هجماته من الوصول اساسا لمرمى النادي الاهلي، وحتى الهجمات اللي بتنجح في الوصول فقدره حارس مرمى تحديدا محمد الشناوي من وراهم على افشالها برضو تعتبر نسبه تفوق او يعني نقطه تفوق للنادي الاهلي. بالنسبه بقى لفكره انك انت تقدر تبني او تستغل حاله استرجاع الكره في بنى الهجمات مره ثانيه من الخطوط الخلفيه، وهنا بيتميز الحقيقه المقارنه دي بين الشناوي بين احمد رضا حارس مرمى الوداد في فكره بنى الهجمات. بالنسبة للتمريرات الصحيحة 592 تمريرة بنسبة 82% للشناوي، بالنسبة لأحمد رضا 628 تمريرة بنسبة 79%. وإن كان هنا في تفوق من ناحية الرقمية لفريق الوداد، لكن ده بيعكس أيضا أنه حجم الكرات اللي بتوصل أساسا للشناوي أقل. بالنسبة للتمريرات البينية كان الشناوي قدر يعمل 3 تمريرات بينية بنسبة نجاح 100%، وقدر يشارك في صناعة هدف، في حين أنه الأرقام دي أو الخانات دي من ناحية تانية بالنسبة لأحمد رضا هي رقم صفر، وبالتالي قدرة الشناوي كانت أفضل وإيجابية بشكل كبير. كل التوفيق لأبطال النادي الأهلي النهاردة في مواجهتهم مع الوداد، وإن شاء الله نقابل حضراتكم أنا وسارة بكرة من نفس المكان ونحتفل بنجاحنا في تخطي 1-0 النصف الأول من المواجهة. أتمنى ده، لسه سارة كانت بتقولي قلت إن إحنا يعني 1-0 ده رقم أو نتيجة يتمناها كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. في حالة من التفاؤل كبيرة جدا، وإن شاء الله نكون بنحتفل مع حضراتكم بكرة إن شاء الله. وسلامتك، ألف سلامة. بشكر حضراتكم على متابعتنا، ونقابل حضراتكم بكرة إن شاء الله وكون كل جماهير النادي الأهلي مبسوطة بعد نهاية المباراة النهاردة. تحياتي لحضراتكم.